جديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة: نقابة المعلمين ستصحح، وابو صعب فات الأوان، الإفادات بحاجة إلى قوننا، وامتحانات الدخول فلتراج الطلاب. كلية العلوم بدها تتعرض لتسونامي من الطلاب. في الخاص: ما بين الرئيس أولاً والبرلمان أولاً، تمديد الممدد. نعم، نفوت من فراغ إلى إفراغ، وهذا يعني عم بيصير في انحلال المؤسسات الدستورية. لواء أحرار السنة إلى المحكمة العسكرية بعد إفادة غير مقنعة. جملات فرنجية، الحال مش بإيدنا. الله بيعرف وين رايح. مصاهرة فلسطينية يهودية. وفي النشرة: دلافين عند شواطئ البترول. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.